جيم 3 بسم الله. لأول مرة مباراة نهائية في بوستن سلتكس من سنة 2010، لأول مرة من 12 سنة. شوف شوف الحماس والجمهور يعني الآن. واو 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 والله ياهو نقاتل عليها. برون ثلاثية البدايات، أتوقع في النهاية ما يضيع أول ثلاثية شاتها. للحين أول ثلاثية لازم نسجلهم نفس المكان. تيتم كل ما سوى شيء مسك كتفه. حبيبي كتفك أنا عارف يعور، ممكن لقطة تمثل علينا. هذا هو الأول أول مرة تعور كتفه. الهارفورد اللي اختفى المباراة الثانية يظهر الحين. هذا ما بيضيعها، إذا تيتم ضيعها هذا ما بيضيعها، هذا ما يضيعها. سويش ايه ما في الا اول ستار ويجنز. يا الفيك، اوه يا الفيك، اوه يا الموف. ابو كيري ثلاثيتك المعتادة، ثلاثيتك المعتادة. شوف لان آل هارفورد رجع شوي ورا، هذا اللي يفرق. همشي كيري ما يسوي فاول. اوكي كيري لا يسوي فاول ويطلع من بدري لان عليه واحد الحين. لوني وصلت، حرام عليه. فاول على ويجنز واضحة. صار له ساعة واقف، واقف كذا، واقف واقف. جيلن والله ويجنز ما يتحرك. لو أحد يتحرك مع أول ستار أندر ويجنز بس. واو والله جيلن برون قال لهم كلهم وخروا وخروا. هذه هجمتي سجلها. واو يا الباص. وفاول على كيري. غبي كيري، عليك فاولين، عليك فاول اوريدي. كيف تسوي هالفاول؟ تسمح لنا نفسك. والله الهارفورد بكل قوه. والله بلوك. هوب 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 يا دريموند. دريموند بلكت، ليش قاعد كثر حكي يا اخي برون؟ قسم بالله انه لاعب. او بلوك، بلوك من الهارفورد. او ماي جاد، تبليك الشوت ترى يا جماعه صعب. براون تبلك باك تو باك. بس وايت عوضها. ابو كيري يراقص. ابو كيري او ماي جاد، ابو كيري يراقص ويسجل. واو الباص، واو اللعبه، قسما بالله برافو برافو يا اخي وايت برافو. اوه نايس بلاي، كانت بتضيع بس انه نايس بلاي. واو يا الكات، اوه ماي جاد، هي الباص والكات. يا اخي اللعبات هذه حلوه. جود بلاي، اوه ماي جاد ما كملت، حرام عليك كانت جود بلاي. جود باس، اوه ماي جاد، اوه تبلك. اوكي بس برافو الفاول، صراحه برافو الفاول. كلي، كلي سوي شيء. كلي ثانك يو كلي تومسون. او ماي جاد جيلن براون، جيلن براون مبدع مبدع. او يا البلاك، او يا البلاك يا ويليامز، والله دفاع نار. واو الفيك اللي زي كذا ينرفز. والله والله ان ويليامز قاعد لهم وين هنا. والله والله اوه 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 ودا بعيد ودا بعيد، بس الهجمه راحت وجت وجت وجت. اخي بس صعب صعب يسجل الواريورز. اوه يا الوانتو ضغط اياها الوان. جرين غصب 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 يبغى ياخذ تكنيكال. انا مستغرب كيف ما طلع الان في ولا مباراه. اوه كلي، كلي يتحمس، كلي شوي يتحمس. يلا اوه والله وين ويليامز قاعد، وين ويليامز قاعد لهم هنا. انا ما ادري حسبت فاول ها، بس قاعد لهم هنا. وايت
وايت يا اخي عنده ليبس بشكل جميل. ويجنز ما كان بيروح، لكن يوم شاف ويليامز جاء قال اوكي يبديني الحين راح اسجل من تحت السله. يا اخي دريموند وش قاعد تسوي؟ لا استفدت منك هجوميا ولا ريباوند، وش استفدت انا؟ راح ويجنز، حلو ويجنز، ويجنز اختراق ما يخاف، وحلو قاعد لبسه ويليامز فاولات. اوكي هذه تو ماتش يا سمارت، حلوه فكرتها بس تو ماتش. روح يا اندرو، روح روح روح، ما بسوي يعني اول ستار اندرو ويجنز. تيتم ثلاثيه، تيتم تيتم السيء في الميد رينج، بس ثلاثيات في السلسله ترى كويسه. اوه يا الباص، اوه ستيفن كيري ايش يسوي؟ راح بول، راح بول، لازم واحد يشتغل اضافي لازم. اوكي بول، اوكي خمس دقائق سريعه منه. تيتم متحمس بس جدا جدا لعبه حلوه، شاف انه عليه لاعب صغير وعليه فاولين اوريدي، اخذ له السله. واو واو اوه حرام ما تكمل، حرام ما كملت والله، والله لعبه حلوه حرام ما كملت. كلي كلي اوكي كلي بدا يدخل المود، نحتاجه كذا ثلاث ورا بعض بسرعة عشان نرجع النتيجة. واو رويجنز شاف ما في ويليامز، ما في حد منا روح دنك. كاري ثلاثية الفاست بريك يا اخي تنرفز والله، يعني تنرفز جدا عليك اذا اسجل كذا ثلاثية من الفاست بريك. اند وان والله وايت يا اخي، وايت لما يقرب للسله خطير والله خطير. ترن اوفر الجديد بدون فاول، اوه ترن اوفر يساوي نقطتين مباشره. اوه ويجنز الموفز اللي تيجي من الكورنر البلايند سايد من ورا اللاعب. براون هو اللي بيسجلها من البدايه، هو اللي ناويها، هو اللي ناويها. والله سمارت قال له بالقوة أجيبها عليك. أوه سموث يا أخي السباك. أوه سمارت، سمارت قال أنا ناوي ناوي آخر كم نقطة أنا اللي أجيبها. والله شوف تحت السلة جلد جلد إلى السلتكس. أوه تيتم، لا لا تيتم قاعد يخترق زي كذا، بس ما هو تيتم اللي نعرفه. اوه يا الباص، اوه يا الباص يا دريموند، شو جرين يجلطك وما يسجل، سوي اشياء غبيه بس الاي كيو عالي جدا. ويليامز الدقائق القليله اللي يلعبها يكون هنا. اوكي الجلد من وين جاي؟ من تحت السله. اوه بكري، بكري قال الهارفر طير شوي يلا خذ. اوه ابكري افتر تو سكرينز. اوكي باك تو باك ثريز. واو الباص، اوه يا التاتش داون، تاتش داون ال هارفورد الباص، هذا ال هارفورد لو توم بريدي. لا لا اي هجمه جرين شوت فيها ثلاثيه عرفنا مين هجمه صحيحه. جود بلاي جود بلاي جود بلاي، الموفمنت اللي صار كله. اوه ان اول ستار اندرو ويجنز من جديد. الهارفورد لان اولا عليه كري، ثانيا كري ما يبغى يسوي فاولات زياده. كلي تومسون ثلاثيه الربع، ايوه. اوه خليته ابو كري لحاله في الميد رينج، ما يصير الكل يبعد عن ستيف يا جماعه، اخوه وابوه. جيسون تيتم ضيع من شوي، ما بيضيع ما بيضيع الثانية يا جماعة، هذا جيسون. وايت وصل يا انسى، اوه الديفنس. ستيف من بعيد، اند وان. اوه ماي جاد ابكري
1 2 3 عطها الرابعه. او ماي جاد يا ابو كري السكريم من النص. شوف يعني من بعيد من بعيد الحرف المسكين يقول انا والله قريب وش تبغى انا اسوي يعني. ها الان فيها مراجعه على انه ممكن حتى يكون فليجرنت لانه نزل في منطقه اللاعب سواء انحسبت فليجرنت. القانون انحسبت ثلاث نقاط، انحسب فاول فليجرنت من الدرجه الاولى حيث ان ستيف كيري الان راح يعطى رميتين حرتين اذا سجل الاولى ما يشوت الثانيه. عشان لو ضيع الاولى راح يعطوا الثانيه، وبعد الاستحواذ الكره تظل عند الواريورز. شوف انه ما خلى لها مساحه انه ينزل فيها. هذا القانون جديد يعني يشرحوا لي ترى اي 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 ترى بس سجل واحده مالك ثنتين لك تسجل واحده اذا ضيعت الاولى بنعطيك فرصه يعني. ها ليش مستعجل؟ او ماي جاد لحظه هدي توني ما اقول ليش مستعجل ايش بو. او ماي جاد وين آل هارفورد؟ وين آل هارفورد؟ ليش ورا وايد؟ ليش ورا وايد؟ فجأة فجأة تقدموا الواريورز. أوه سمارت رجع الحياة شوي للجمهور. الواريورز الآن بدون أبو كيري آخر ثلاث دقايق في الربع. واو ثلاثة جو على تومسون، ثلاثة راحوا على تومسون. حتى لو سجلها الأوفنسيف ريبون كان بياخذ الواريورز. و جيسون على اخر ثانيه كلي تومسون جود لوك هذه ما تضيع مفروض. اوه ضيعها ضيع الدنك يا ساتر. الريباوند للواريرز ما هم قادرين يحصلوا الريباوند للواريرز ما هم قادرين يحصلوا لحاله ويليامز لحاله ويليامز لحاله يعني يعني تفضل. كلي تومسون بالرد كلي تومسون بالرد خليه يتحمس للربع الاخير. اوه سمارت هي بانكده. اوه ماي جاد كريت ترن اوفر. اوه تملك تيتم. اوه ماي جاد جرين جاه من ورا. وين بتروح؟ وين بتروح؟ أو ماي جاد أو ماي جاد توني بأسفة. أو ماي جاد أو سموث. لازم كل مرة عندي هذه اللعبة بالضبط. ثلاثية وخذ تايم أوت. أو ماي جاد الأوفنسيف ريباوند. أوه يلبلوك. شوف عيال ويليامز واحد دافع عليه والثاني بلكه. اوه اوه جيسون اوه جيسون تيتم هدوء رواق لين ما شاف اللي يبغى يسوي. اوه يا الاستباك اوه يا الاستباك اوه يا ستيف كيري. جيسون تيتم قال اوكي انا مش افضل مستوياتي لكن الربع الاخير. أو سمارت ما شات الأولى شات الثانية وضيع 24 ثانية. برافو. أو يا البلوك أو يا البلوك جلده في عن الثلاثية وجلده من تحت السلة. أو ماي جاد. أو يا الباص أو خدعهم. أخذها سمارت أخذها سمارت. ما مين أخذ الكرة في 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 عجقه في هي كل ايش صار؟ فاول على جرين برا جرين اوت. لحظه المشكله ان ستيف طايح. انت اقعد انت فكره مشرك. ستيف اصيب لا 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 كذا كذا ذير از تو ماتش. اوه الهارفورد الهارفورد خذها من جعفر. اوكي فجأة كذا حتى لاعبين سلتك ما يدروا ايش صاير وراهم. باقي دقيقتين و13 ثانية الفرق 14 نقطة. الواريورز طلع لاعبين الأساسيين المباراة انتهت تقريبا. السلتكس دائما في ثلاث مباريات كان أفضل في الربع الأخير. الواريورز هذا اليوم ترن أوفر كثير جدا في أول دقيقة في الربع الرابع.
واستمر الترن اوفر. تسديدات اللي كانت تسجل في الربع الثالث ما سجلت، يعني فقدوا اللي سووه في الربع الثالث بشكل كبير جدا. اليوم عاد ستيف كير غير في الروتيشن، ما خلى ستيفن كيري يستمر للربع الثالث، ريحه ولعبه بدايه الرابع، غير في الروتيشن بسبب الاخطاء الشخصيه الكثيره، ولكن هذا الشيء اثر لانه كان متحمس في الربع الثالث لنهايته وطلع. ففي اشياء ممكن تكون فرقت، بس سلتكس دفاعهم استحقوا الفوز. ما يظن مباراه تسديد من تيتوم مثلا او برون وغيره، بس انه الدفاع 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 قاعد يخليهم يكونوا شيء خرافي ويستحقوا الفوز في هذه المباريات. 2-1 تقدم، ما انتهت السلسله، ولكن اذا تعادل السلسله 1-1 الفريق اللي يفوز في المباراه الثالثه صارت 39 مره، هذه الفريق اللي يفوز المباراه الثالثه في 32 مره هو اللي انتصر في السلسله، فنسبه فوق 80%، هذا يعطي احصائيا ان السلتكس عندهم فرصه اكبر. ما ادري ايش يصير، يعطيكم العافيه على المشاهده، نشوفكم المباراه الجايه، يلا سلام.